شيلاء محمد موهبة بيت سبت الرابعة، بالرغم من صغر سنها إلا أنها زاحمت من سبقها من الفنانات. تنطلق من قاعدة جماهيرية تقارب 3 ملايين متابع. مع عبد الله الفنانة شيلاء سبت. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة شيلاء سبت. مساء النور، طبعا مستانسة أنا معاكم اليوم، وأدري شلون لقائكم صريح ويعني الله يعيني. حياك الله. شيلاء، بعد دخولك المجال الفني، أنت اليوم راضية عن مكانك بالوسط الفني؟ الحمد لله راضية، بس أطمح للمزيد. ما تحسين أن أدوار الحين أدوار ثانوية، أدوار بسيطة، ما علمت عند المشاهد؟ ولا مرة قدمت دور ثانوي، أغلب أدواري بطولة، ويعني أنا من بديت سكن طالبات كان بطولات، يعني بطولة 5 بنات وأنا واحدة من الخمسة، وبعدين بنات الجامعة وبين الشناين وجار القمر وسعد وخواته علموه الأدوار عند المشاهدين طبعاً. ولا ليش أنا موجودة اليوم؟ ليش أنت مقابلني اليوم لو كنت أنا مو معلمة؟ أنت اليوم مهمة شيلاء بسبب أعمالك الفنية ولا بسبب السوشيال ميديا؟ أنا مقلة بالسوشيال ميديا الفترة الأخيرة، وتعلمت من أغلاطي. أنا جداً عفوية بالسوشيال ميديا وكل شيء أقول. ما تحسين أن المنتجين يروحون حق شيلاء لأنها متفاعلة بالسوشيال ميديا، عندها فولوور؟ بالعكس أبداً، لو المنتجين مو مقتنعين بموهبتي وأن أنا فنانة أستحق أني أكون موجودة بالساحة كممثلة، ما يو حقي. وأبداً السوشيال ميديا يعني ما أدري، السوشيال ميديا مو مقياس أبداً مو مقياس. زين، يقولون شيلاء كل عمل تنفع أجرها. يا ريت، الله يسمع منك. تقرين العقود اللي توقعينها؟ أنا أي عقد يعطوني إياه والله أنا بالعكس، أنا دائماً يعني متساهلة جداً أصلاً، بالعكس يعني دائماً بالنسبة لي أوكي يعني. أكيد أنت تقرينها ولا خواتج؟ تبي صدق مرات ما أقرأ بس أوقع، لأن أدري إن كل خصوصاً الناس، لأن أنا ما أشتغل ويا ناس أثق فيهم، فما يحتاج أقرأ، أدري إن ما راح يظلموني، ما راح يعني ما راح يأكلون حقي. ما تفرضين فنانات وياك يشاركون؟ يقولون ساعات شيلاء هي تختار مع المنتج. الله الله، أنت حسستني، الله والله وناسة يا ريت. شنو حسستك؟ حسستني إنه يعني صدق حكي، أنا قاعد أقول أبي فلان، الله بسوي مسلسل بروحي. ما لا ولهالدرجة، أنا يعطوني النص، يعطوني العقد، أوقع أي أصور ولا لي علاقة بأي شيء ثاني. لكن شيلاء أنت من أسرة فنية وخواتك أيضا في المجال الفني وهم أقدم منك، لكن طلب المنتجين اليوم الأكثر على شيلاء؟ يمكن الفترة الأخيرة، بس ما أدري. بينك وبين خواتك في غيرة؟ لا طبعاً، أنا أتمنى لهم كل خير وهم يتمنوني كل خير. من هو صديقاتك بالوسط الفني؟ نجوى ونورة العميري وزهرة عرفات. طبعاً مع حفظ الألقاب، لأن أنا وايد أحب زهرة، يعني أحسها وايد قريبة مني وأعتبرها شيء ما أختي، فلما أقول اسمها أقولها نفس ما أقول، يعني نفس ما أنادي شيء ما أختي يعني. في ناس اليوم تحارب شيلاء في الوسط الفني؟ ما أدري، لازم فيها، أدري إن فيه كل ما الواحد ينجح أكثر ويصير اسمه مهم أكثر يحاربونه أكثر، وممكن هم يشوفون إن وجودي خطر عليهم، بعض من الناس يشوفون إن وجودي خطر عليهم. وبهالكلام أكدت شيلاء بأنها منافسة قوية لزميلاتها الفنانات. اليوم تصنيفك وين بين نجمات الخليج شيلاء؟ وين هذا وين؟ الجمهور هو يقوله، يعني بطلة سنيدة أدوار ثانوية. وين ثانوية؟ بطلة، أنا من بديت وأنا بطلة دائما بطولة. تهتمين اسمك وين يكون بكادر المسلسل؟ أبدا 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 أبدا، ولا عمري تكلمت بهالموضوع ولا يهمني. إذا في عمل في شجون وفي شيلاء وفي صمود وفي هنادي، شنو ترتيب اسمك بينهم؟ خلي يحط، لا يحطون اسم، لا يحطون اسمي، خلي يشوفوني الناس بالعمل، ما يهمني. بس نجوميتك ممكن تقل مع الأيام. ما له علاقة. الحين لما بنتكلم عن مسلسل قديم قديم قديم، بتسأل الجمهور تذكرون اسم منو كان قبل في التتر مسلسل درب الزلد؟ راح تذكرون باكر اذا صارت نجمة. بيذكرون ادوارهم وشنو قدموا وشنو سوى، بس يذكرون ترتيب التتر بالاسامي، ما حد يتذكر التتر. انت الفنانه الوحيده اللي مو مهتمه ابدا ولا يهمني. اشوف انا انصدم لما اشوف لا اسمي واسمي، نعم اسمي، لا تحطون اسمي عادي، المهم انا اقدم دور حلو والناس تشوفني فيه. وأنا أدري إن سالفة الاسم على التتر وايد تسوي مشاكل بين الفنانات، حتى لو كان وايد. الأجر هو المقابل، يعني إذا اسمك كان متأخر ممكن أجرك يكون أقل. لا أنا عطوني أجري، بتحطون اسمي وما بتحطونه كيف كنتوا. تهتمين بالمادة أكثر يعني شيلاء؟ لا
أهمني الدور أكثر شيء الدور أكثر شيء الدور. الدور بين مادة بعدين الاسم. الاسم مو موجود أصلاً باللستة. حلو. ما عندك اهتمام وطموح تصيرين اليوم نجمة البحرين الأولى؟ لا ليش؟ لا يعني بقول لك شيء يعني كم كبير من نجمات البحرين وإحنا بالبحرين ما نفكر منه أول منه عقب منه لا لا هاي موضوع يعني وايد. كل نجمات البحرين ما يفكرون؟ ما أدري ما أعرف شلون يفكرون يعني بس أنا بالنسبة لي إن يعني أنا مو طموحي إني أكون نجمة البحرين الأولى لا أنا بأوصل عربيا عالميا أكثر 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 وما أبي يعني شوف ما في نجم بروحه لا شوف النجوم بالسماء وايد صح؟ اليوم منو نجمة البحرين الأولى؟ زهرة عرفات الأكثر نجومية زهرة عرفات يعني سعد علي شيء لا يتوقع فاطمة عبد الرحيم يمكن زهرة عرفات يمكن صراحة زهرة عرفات طبعا لطيفة المزري الفنانة الغديرة يعني لا يعلى عليها وبهذا الاستطلاع اتفق معاها أغلب الجمهور على نجومية زهرة عرفات أتمنى عمل يجمعني بشجون أو هنادي الكندري الدور هو اللي بيقول مع منو الدور حلو بالاثنين بالاثنين؟ خلاص أشتغل الاثنين نفس الوقت وناس قول لي تنافسني بأدوارها ليلى عبد الله ولا نور الغندور؟ يمكن نور الفترة الأخيرة صار أكثر أن أنا وياها يعطونا نفس الأدوار. فاطمة إسماعيل، محمد سالم، سد. شو تقولي لهم؟ أحبهم. نقطة ضعفي. يعني. كل شيء أنا أسوي بحياتي عشانهم لأني أحبهم أكثر من روحي مش كذا ضايقهم شيء لا ما ضايقهم شيء لا سب جاهزة للاتهامات وبعد هذا السؤال اضطر فريق العمل لإيقاف التصوير وتهدئة شيلة قبل أروح حق الاتهامات شفنا دموعك وما حبينا نشوفهم اليوم بالبرنامج بس نذكر والدينك تأثرين على طول نضغط ضعفك شلون تسامحتي مع الشخصية اللي أساءت له مسامح كريم وأنا معروف عني إن أنا كريمة وايد فمو كريمة بكل شيء بكل شيء يعني معروف عني هالصفة فأنا إنسانة كريمة شيء لا سبت أنتي متهمة بأنك تسوين اللي براسك وعدم قبول النصيحة من زميلاتك في اللوكيشن بالعكس يعني أنا ما يعني نادرا ما في أحد يعطيني نصيحة بالوسط الفني يعني يمكن الوحيدة اللي تعطيني نصائح هي الأستاذة زهرة عرفات بجاغ القمة كانت تعطيش نصائح وكنتي تبكين كنت أبكي أنا دائماً أفهم يعني كنت أستحي كنت أفضل أنها تقول لي شيء بيني وبينها ما كنت أحب أنها تقول لي قدام الناس فلما تقول لي قدام الناس أنا أنحرج وأبكي يعني شيء لا سبت ما تتقبل من أي فنانة اللوكيشن تعطيها نصيحة يعتمد على الأسلوب في ناس يعني يقولون الشيء هي يعني مثلا مرات ممكن يكون الاسلوب مو حلو ممكن ابكي بس انا نوعي ما اسوي مشاكل ولا رد شيء لا سبت انت متهمه بقطع علاقتك مع فنانه كانت قريبه لك لانها اخذت برنامج تلفزيوني رمضاني منو هذه انت عرفتها والجمهور لا مو عرفتها ولا ادري من منو نعرض عليه برنامج تلفزيوني رمضاني من زمان نعرض عليه والحين نعرض عليه وما حد اخذ مكاني اصلا ما صار البرنامج اللي نعرض عليه اي برنامج تقصد برنامج تم تقديمه لزميله من هو الزميله مريم حسين مريم حسين انا نعرض عليه فعلا البرنامج وانا اللي ما وافقت مو كان كسل منك ليش ما اخذتي الدور لا 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 لا, لا. كنت أشوف نفسي توي على برنامج بس حتى لو كان بيعطوني البرنامج نفسه
الاعداد ما راح يقدمون لي نفس اللي قدموه لها، راح يقدمون لي شيء مختلف تماما. انا قلت لك كل واحد له ستايل معين فيه وستايل يخصه، بس ان انا قطعت علاقتي لا، بالعكس انا اللي اصلا ما كنت ابي احس نفسي انك تو الناس على، وتقدر تسال المعدين يعني اللي كلموني من قبل على هالموضوع. هذا كان غد شيلاء سبت على الاتهامات، شكرا شيلاء. تشرفت بوجودي وياكم اليوم، وابي اشكر آلاء دشتي على اللوك الحلو، المكياج والشعر، ما قصرت. يعطيك العافيه، نشكر شيلاء سبت، نشوفكم حلقه جايه طمال. شكرا. انا اخذتكم شيلاء سبت، اقر واعترف بكل كلمه قلتها بهذا اللقاء. قريبا مع عبد الله. فنانة تنافسني، فرح صغاف أم مروان مهدي؟ ولا واحد. من اللي تنافسك اليوم في الوسط؟ من ينافسني؟ أنت قول لي من ينافسني. خيرك، فرح صغاف أم ليلى عبد الله؟ ولا واحدة.